أعلنت إدارة الحوار الوطني اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عاما للحوار الوطني. كما أوضحت الإدارة الأمين العام للمجلس الأعلى للتنظيم الإعلام المستشار محمود فوزي أنه اختير رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطنية، لافتة إلى بدء أولى جلسات الحوار الوطني الأسبوع الأول من يوليو المقبل. وأوضحت أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري. يذكر أن الرئيس السيسي أعلن إطلاق الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في إبريل الماضي، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.